بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. المال الطيب، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. ادعونا بالبركة وصلوا على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وحوش، دبابات، اللهم بارك، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. شوف الغنم الجردة، غنم جردة، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. شوف الشهية، الله أكبر. كيف مزاج كده، مزاج، مزاج الغاوي، مزاج الغاوي يقف يتفرج عليهم هما بياكلوا. كيف كده، كيف يتفرج عليهم هما، بيبص وهم عمالين كده ياكلوا قدام ده، كيف دي متعة. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلاة النبي كلها بركة، عليها أفضل الصلاة والسلام، عليها أفضل الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بص يا باشا، طبعا ده تبن فاصوليا، عشان بس محدش يسأل انا هقول لك كل حاجة اهو. ده تبن فاصوليا، تمام. طبعا تبن الفاصوليا الناس عارفاه طبعا، للغنم حاجة طب جدا يعني، ممتاز جدا. وزي ما انت شايف شهية الغنم للتبن بتاع الفاصوليا عامل ازاي، ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. ربنا يحميهم ويحفظهم، ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. مزاج وكيف كده عند الواحد يقف كده يتفرج على الرصة دي، غية، غية وكيف ومتعة واللي انت عايز تقوله تقوله. الواحد كده يقف بس كده بيحس براحة نفسية والله. تقف تحط لهم الأكل كده وشكرا، مش عايزين حاجة تانية بقى. تقف تتفرج عليهم كده وهم واقفين بياكلوا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على حضرة النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، عليه أفضل الصلاة والسلام. خليط على السفة اهو، خليط سافوليك اهو. الدبابة دي دبابة، دبابة راخية على الولادة ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. خليك معايا كده، بص بقى الرصة دي، اللهم بارك، اللهم بارك. دي بقى رصة الشامي، الدهب الأحمر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم احفظ المال يا رب. صلوا على حضرة النبي، صلوا على حضرة النبي، قولوا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله ما شاء الله، الغنم، الغنم وتربية الغنم فيها بركة. سواء بقى انت دكتور، انت مهندس، انت ضابط، انت استاذ، انت عامل، انت اي حاجة، دي مهنة وحرفة الانبياء. فلو انت مفكر ان انت تستعر او تقول ده انا بتاع معيز ولا انا بتاع غنم، انت يعني حد مش فاهم حاجة خالص في الدنيا، مش فاهم اي حاجة. تربية الغنم دي بركة، بركة كده، بركة، بركة من عند ربنا.
فالغنم كلها بركة ما شاء الله يعني.